بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان وكيب بقول أفرتن يصدح هذا كمذا من شرح صحيح مسلم رحمه الله تعالى، وحين كسو جري باب كي صلاة عصر يوقت يدي، وحين أدن بي إن صلاة عصر لدد تشيو وصاد وقت وقلبا لتكذو هنا سنة كمتهاي حديث كأنس هي طرق يسبين كتشري معناها كصاب سنة صاد عصر إن هري لقت كذول الدشي وندب لوردين. قال الإمام رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن الصباح، يحيى بن أيوب المقابري، محمد بن الصباح الدولابي، وقتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني، وابن حجر علي بن إياس ابن حجر. قالوا حدثنا جماعة سي حدثنا إسماعيل ابن جعفر ابن أبي كثير الزرقي عن علاء عن العلاء ابن عبد الرحمن الجهني أنه دخل على أنس وحوش يقين أنس أقلي ابن مالك رضي الله تعالى عنه في داره أقل قرقيس بالبصرة كيا لي قرم أقلي مركز علاء ابن عبد الرحمن أنس أبغضي حين انصرف من الظهر دور كمركو كقدومي دور كأو تكذي وداره دارتي سنة دار أنس بن جب المسجد مسجد كدين عيسى كتا لمركا أيضا مسجد كدور كالغسو تكذي بي أكتيس كتا الله وكل قنطا يؤدو ذهيبا وحا أدو دور كواسال لوسو تكذي وغيقي درس كاللاها مسجد كاللباغذي. فلما دخلنا عليه مركان أقل لي أنس قال وحولا أصليتم العصر عصر كما تكتين إن عبد الرحمن يا صاحبي ذبا لي ما تكتين عصر إلا السعود. فقلنا له حنكون لي إنما انصرفنا الساعة من الظهر هدى بان كصوب حاني الظهر كي هدى بان ظهر كصوب حاني وظهر نفت لقوي. قال وحولا صحابي أنسها فصلوا العصر عصر كتكذا. فلما صلينا مركانو تكنا عصرك فقمنا عفوا فقمنا وانو استاغني فصلينا عصرك بانو تكني حيكت كذا مرك قرقي أنس. فلما انصرفنا مركانو كبحنا سادة عصر قال وحول أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله عن مغلي يقول أسقو له تلك مدى أيضا عصرك إن للدلاء دب لور دقاء صلاة المنافق منافق صلاة سوي منافق أي عصر كعيارة ودب دقاء منافق محوسم أي يجلس منافق وافرستا يرقب الشمس أصوه قرح إلى عين لي وسكش حيا شاب وسكعب هيا بنور يكبد بوديل هيا قرح نوفيرن هيا سوى تكن كرة يسن تكنين هاوشي ساء الدنيا يكون مشغولة هيا إيش أنا قرحدو كهيا مركو كبقو إنا يدعادو قرحدو أيوه يسمى لقيت قلي إيه صلاة لما قلوبي بتكني تيبو كور من صوبنا عليه الصلاة والسلام يجلس ذاك المنافق بكرد أنت منافق أسكا وفريس جلوس هذا هو عبارة عن التضييع وقت ينلقوا عيارة يجلوس أما هاتاقنا ذا أما هافرديو أما هاتشيفو وأن مشغول لا ياوي يرقب الشمس سوق رحضة إلى عينية حتى إذا كانت قرحة مركي قاعده بين قرني الشيطان شيطان لو يسجي سيكب قنطي قابته قام واستغيا منافق فنقرها وكون يا صلاة عصر نقر وأحلى كوي قب قب لغسيوي سيد قول لي ذو أما شنبرو حق قرطان وكلي يتكومك وعقاضة يوكلي فنقرها وكون يا أربعا أفر عوض أفر قب قب أي الله إمر إياه سجودي يساكر لك هياوي طمانين مالها حسلون مالها خشوع مالها لا يذكر الله أصون إله حسين فيها في الصلوات أو في الأربع إلا قيل وحير مبين حسن متشر حتى إذا كانت بين قرن الشيطان تفسيرك لغوري أوزاعي وحديث كورية رقوري كمدة هي الرواية كتمت عند أبو داود نقصه مرّي
هي دار قدن وإوريان بعضين حتى إذا كانت بين قرني الشيطان عند أبي داود حاكويمد حتى إذا اصفرت فكانت بين قرني الشيطان قرح المدعوي لكن تي قابتي قدودتي ويعواري عصوصيالتي ويدمتي لا يذكر الله إلا قليلا مرك حديثك وحوي الذم على المجموع وحل أورنجري يوتصهايا نبي عليه الصلاة والسلام منافقا وحكوئي ذي يقول لعيي دور أرهمه إلهي إنوس الحسين إنبضا وحسك رب أجرين يوائد لغو إذي وحكو لغو إذي عدم الطمأنينة والخشوع فقام فنقرها أربعا وحكو لغو إذي ومحل شهيدك يهي إن صلاة عصر أدب أدقي إلى لقبحي وقت الفضيلة والاختيار يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها مرك لما أوران كرو هادي عكر تروح إن لغو إيدي وهذا وكو عايين يا مرافقا ذكري أو يري إيو خشوع لآن يطماني لآن حديثكم مرك محوكوك لحتى باب الطمانينة وإن الطمانينة ذو أركان إيو سجود إيو الركوع إيو اعتدال غلو حاسلو إن واجب تهايب كتوصة حديثكم لأن الذم لا يكون إلا بترك واجب أو ارتكاب محرم لا يعين تي عمبارين تشرع ذو يكو عمباريسو شيء واجب وتكتك تي أما حارانا تقول عليهم بكي مادة منافقا أن أدبى لو عاي أدبى لو لعيي محلو شايد كنا مركة وحاوي الصلاة الذي ليبا كآكبة إنك صلاة سيدا أضعي فيه يا سوق تكون كرق وقت قد دلي إلهي إن بدنا نحس ما هيو طمأنينة يخشوع عن الله إيمان ما هيو صدرت شرح في عم بكل شخص اسلام من حديث كان مرقو قبطي في كتاب شرح العمدة مجلد كلبات بقول لحنا يسديك مراجعي وحدثنا منصور ابن أبي مزاحم أبي مزاحم مقع عيسى بشير بالي هذا نين تركيا أيوة هاس الكيس منصور ابن أبي مزاحم التركي بالي هذا حدثنا عبد الله مبارك عبد الرحمن المروزي الحنظلي عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف الأنساري قال وحول وذات كاسي أبو بكر صبحت أبا أمامة واسمه أسعد أبو أمامة مقعيس أسعد بالي هذا أسعد بن سهل بن حنيف الأنساري أبو بكر بأدير كي هتحدثك كقاضني أبو بكر أدير بالوي هاي أسعد بن سهل إيه عثمان بن سهل بوضع شيء مرك واسدة يقول أسولا مغلي أبو أمامة صلينا مع عمر بن عبد العزيز صلينا وحنلتك الني مع عمر بن عبد العزيز بن لتك الني الظهر صلاة الظهر بن لتك الني أسقى مرك أمير كأمدينه أنتو خليفة أهمها ومركو والي أمير كأمدينه إيه وليد بن عبد الملك وخلافته وش مسلمين تو هيي ورانو وين صوم رأيضة فهفاسا مركو عروة مزور ونقديي صلاة عصر كره الدية وانا صومر ثم خرجنا ونبحني حتى دخلنا على أنس بن مالك إلى نقل لي فوجدناه أنس بن هلي يصلي أسوق تكني العصر وحان كسو بحني الظهر أنس مسايدك أكتيس وقرك سدقن بان بوقني عصر ببكتشرا أيونا الظهر بيسوق تكدين والظهر يدلين ورقن كريم كريبن وميوت قرني سنادي فقلت بحان كوري هدانا هاي كما أبو بكر صومها يا عم أديرو ما هذه الصلاة صلاة محيطة التي تصل صليت آتك تي قال وحول العصر صلاة وعصر كوي وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاب كن نبي قلت كان شري وقته كهلا التي تصل كنا نصلي معه نبي أن لا تكن شري صلاة عصر نبي أن لا تكن شري قاب كذي يحل كذي وقت كذي بان تكن يابو بمعنى وحاو إذنكم حتى تكتين ظهر دنتي أيات صوت تكتين وركوا حافن حجري من رجب الحنبلي علماء وحيلي وانت وأميركا وإن عضا يدعى أقلنا قصة مرة إي وكدين هي دقن كريبن ومردودي ودقن أولها صلاةها وقت كذين ضعيفيان ووقت الفضيلة أيسا تكنين بأ إما وقت الكراهة
أما وقت الضرورة بيجارسين شرين كراها مع الجواز هي ضروري جين شرين لبكا سيقبين ورقن إسكاءها رقوا ذي الدنب واجد نواسو مركو خليفك النقضي انتو أمير كابات بلون نقضي صحابة بلان عفوا تابعين بلان بان نقضي ولا نقاشي وحبو كبت دلي ندام كي قود الدولة دي ريبن ومين لما خلافك روها الدول ووكعي لكن وحبو كبت دلي ابن رجب حولي فتح الباري مجلد كأفراد حولي هاي إلا وأصو خليف النقضي ومسور الجلين إنه سنة سيدة أطبقه إلا وأصو خليف النقضي إنه صلاة عصر إيا الظهر إيا مغرب إيا عشاء مدول بحل وصوبانه تكنجر أوتو كذا ومسور الجلين لكن لبصن إيا برو دخليفة ها أي وحول بمشي سكسو عليي وكان الله يخاف الله لومة لائم بوري لكن مرة قعدت لقاها يستأود لقاها صار يو هنا ضوح سلسلة سموه يي اسم اسمه متحي كرتيد ده السم بتحذو حوي أنت يرى ده خير كيس القدرة فينية هذا قال فاضي معنا ملها واد استشهاد بطمين كرتا واس بيمين كرتا لكن خير كي رائد ودي بابا عقد القدرة فينية أرجو حيكان نقول توكي إلو عانو كو أركولي هاي أيانو كرة من ملها ما غشي مركز زكا طيب انت سحيرين تري ويل في عانو عمر دلين واتقرنا يسان ابيه بولد قال لهم ابي وحوارك تري انه متساهل يهي في تطبيق السنن والشرائع ويل اذق ما بدون اسوق دلي بعد ابو هذا خيف باتهاي وحي ريبن وما اي خريبن ودن وان اد هاجاجيسو شيء والبعد كعليسو او قام مشو كغتغي او غواي عمر بن الخطاب اد كعليس شيء وال وحون جاء ابو هدان باش أن هلمر جمليو ربنا ما يريد الكواي هايستان أو دور بقول سنة أدون كسوا هايستين ليل ليل وهم مريكرو وان سياسة دين ساعة بساعة مروان مروان وهم جبي مرحوش لما نسين مروان لالوشي شيء عن رمي الدين دوان فلين إيك هذي هاي ببسين آخر حقيت قلي دون تابو ليجا أبيه ولا قوم خراتك عاية فلي ولا ودمانتي ويل هو ها بركيسن لكن دوغ نفطو كان دوضا دا دير سي ويل سدح مريبا مطبوعه او مدونه في كتب السيره والمغازي وكتب الاحاديث بالسند الصحاح مركا اخريه ويل ساسو ابي عربين انو دين تطبقو سنه هاجاجيو من ابي وحو كلا دغالمي ابو ددك ما كا دوي ما خمرد عبد السير لو عبو ما هو انا تسير لو واشي أولاد في عنو بركة الله النصيب وحدثنا عمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي وحبضنا وخلدنا وسيدنا أنس ومركا أصو أركا هاي إنا السنة خلاف سيهين ويربنا ما يسمين يين كموسا دي رنشرين إنو أبارا أو السم تحو حنا كبقى يهدو السو استاغو السو اللي قدارو إن دي بكبوين أي سمين وانت يرتاب اي خربان نمان آدو كبير بدن ومدد ظلمي آيين انتو دي الدم بي كما الله إنه مركان ريبن وما يتابر إنه صحابة كم يتشران صحابة ريبن وما كما الله نمان كان سارنا وقرنا وعبد الملك يوحي كفر عمي يبلايدو كتغي إلى الدمين حدثنا عمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي وأحمد بن عيسى يعني من حسان المصري وذكرنا إيسان وألفاظهم ألفاظ الجماعة عمرو محمد سلمة أي أحمد بق ريض حديث كوريين متقاربة ويسكده ذاي لكن ويكل دون تي حقة معناها طيب ألفاظ ويسكده ذا عفوا لكن حقة معنا ويسكمد من ربا قال عمرو وحيدي من السواد العامري أخبرنا مركو ورنا يي صيغة الأداء وقال الآخران لبدا إمامه كلام محمد بن سلمة المرادي أحمد عيسى المصري وحيد هذن حدثنا ابن وهب القراءة على الشيخ يوصى معه من لفظ الشيخ أي أيوة إمامك كلادوين ورقم برولي وإنه صومر إنبضا مقدمة وقصو شرحي أخبرنا عم حارث المصري عن يزيد بن أبي حبيب المصري الأزدي أن موسى بن سعد الأنساري ابن زيد بن ثابت موسى بن سعد وويله أو إيه وزيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي حدثه حوت بأو الرمي يزيد بأو الرمي موسى يزيد بأو الرمي يوجد تبني حديثك عن حفص
ابن عبيد الله ابن أنس الأنصاري حفص ابن عبيد الله ابن أنس أوجي وحكورنا يا دنا أصو مرك حفص عبيد الله وإنا أنس مرك حفص أوجي باللوية هاي عن أنس مالك رضي الله تعالى عن أنه قال أنس وحيلي صلى لنا رسول الله رسولك إلهي بأن تجيي العصر صلاة عصر فلما انصرف مركو صلاة عصر صوبانه كبحي أتاه رجل من بني سلمة من ريب بني سلمة أيمد ريب بني سلمة إي ريب بني عمرو بن عوف ولوذي قيس يدقنا مسجد كوكبا أغار كيسة حفظها سيد دقنايين فقال وحنينك ريب بني سلمة أيمد بعد العصر يا رسول الله رسولك إلهي إنا نقول نريد أن ندوينا دان ريب بني سلمة نهي أن ننحر إنا نقورعنه جزورا قيل هلبة دور هلات يرمنا نقور عنه أن ننحر إنا نقور جزورا لنا هلا أنه أن لنا أما قيل أن لنا هاي جزورا ونفك قيل يا لقوة لا قول أمرك وهذا ونفك بوري هاي يا الله إلى هذا ونحن نحب وحان وشعل يصوبنا الله أمر ما يبتو في رساد نبي الله دريب بني سلمة هاي قيل بانو حرحران ورمنا إنا نقور عنه ونحن نحب وحانو تعالله أن تحضرها إنا إما تؤد ولماذا نور رعضو نقو شرفته قال النبي حول نعم ويالينا وإذ الراعة هي عصر كبالتو كذي مسلم يكرب عصر كسور دير يفيرو يربعين وقتصه فانطلق النبي والراعينين كريب بن سلمة داعيها إلا صوت دري وانطلقنا معه صحابتي لتكتي نبي نوار راعين وأنا سكمد هاي فوجدنا الجزورة عفوا الجزورة هليه قيلها وحان وعرقناه اللي أو نشتن لم تنحر ولي أن لقورعين قيلوا تكتاقا ونول نول وشيل بحران أيان ماشي وقو تقن فنوحي راد مركبا لقورعين مكو نبي كذب أيان لقورعين ثم قطعت ولا وحي هلبك بالله شرشرة ونفك بهدي لا هلبك سلا قيبي لا قوي ثم طبخ ولا كرشي منها من الجزور هلبك با قيب طبق لو صاروا دكسي وين لو قري طيب ثم اكلنا هلبك با بسلاده هلب جيل قرم بسلاده هلب جيل المشين يا كوكر مصيبه لو كرنين او حاوي قري لو كرن هيو قرم بسلاده يدون قدني جيل يقانا يقان غورما هورتا انتي لا غور عسانتا لا سي لا بخيا او كدبنا هيليبكي واخي لا جرجرا ساعات اسك دي مركو يرينا ساعات يبرها كو بسلاادو ميقا ساعوي لا بس ساعه صحابي انا صحوي المركه ثم اكلنا هيليبكي واخ كعني قبل ان تغيب الشمس انت سنقرحو دحين اذا انا رسم حكولي مغرب وحانتو كني في اول وقته أنس أنس عفوا عصرك ها عصرك وحان تكوني وأنس كيريق في أول الوقت صلاة أدلي سنة العيشين إزال ربنا ميور دون تكود كيسان شوشي إذا أفين نمان كانوا وديك لي تلك صلاة المنافق ورام بسوش جواب أنس وجواب علمي وحوال بموقت اللي ما صاف صافي كاري وحوال بعرف كدل قد شيء وحبالان باخرين ما هي مر عرف كدو جنتم ملاي لي ضحي الإمام كحمر كينو شيء حديث كان وذات كم محمد صلى الله عليه وسلم المرادي لفظ طيب ولا تفرض وقال المرادي محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن وهب بانوت تبي حديث كعن من لهيعة عبد الله وعم حارث في هذا الحديث رقك عليه سواء عم سواد يا احمد عيسى ما يسنسكو قبنن لبدا عبد الله عبد الله بن وهب المصري يا عبد الله من لياعة المصري اسكو ميسن قبن ومنوها بس يكوريا لكن مرادي بالله بضع بس كوكب توسو ساكوريا ها عفوا من لياعتي عمر اسكو ميسن قبن رقك علي اسوم بس كوكب توي حديث كمرك فوائد بدن بقى كجرة وبرناك يا لو حاكم ذا وليما هدي لغويرو حل يدون هالنقطين لا يجيب اصلا بعد العصر النقطة حلق معي تو حلق قابل مصعونيس حثاك يقول شيء وذي نبي محمد ما ساق مع أوسو شو نبي ما ورانين طيب هدي هبين لغويرو يا هدي مخرب لغويرو يدي بعد العصر لغويرو حلقي الروح مسلم وليمة يا ما مسخو يا ربا وين هذا أقبشو أو ديشو هذا يسنشرين حدور دار شرع أو كاهر استاجه تاسوا كتير تا
وحكوا كجرا إن الصحابة وبركيسن جرا النبي كغيب قل كيس ولا إمتى إياه ولا هالنوع عاسة نبي الصحابة وكحر من جرا عليه الصلاة والسلام وحكوا كجرا محل شاهد وإمام كان صديو صلاة عصر وقت جيده سلف كوري صوبان ويسحوا حكت كن جرين أول وقتها مركي يقشوا مركو أوه ريع عصر قرنا وقرموها عصر قرمو قلا أوه رينتا شيء والبهوس كيس مركو قدر صدو وحيرو قدرة شيء والبهوس كيس إنه أصلا لا أكاد ظهر باكو بحا ظهر ضو بحو عصر باكو هيا حلقة وإن لا تكدو قرحه انت كغودنيسين لو دب دغنا وا حاران لما اوغلو وا حاران نصوص تعديس ورك حنا في حقيقه جايه قرحه مركي عصوص يلتي فورسوتو اما غودوتو اما تيرا دغتو وحان لو اوغلي انو توكودو بلا كراهه وبلا اثم تنكر الروح صاحب عذرك هوين دي خليغا كطاهر نقطي ديق دلميد اما حيد ninkii hurdo ay la tagtay xilligaas soo anfariyay xilliga toosay ki marka islaamay ninkii marka qaan gaaray ki walaay miirsaday xilligaayada dadka noocaas loo yiraado ahul aadaar bas umba loo ogol yahay inta kale waa adab darro ku dambabaya ayo sida tahay qorax intiisa wali dhicin ay baalka dhigin haday ragcadu intu kadaan salaad way soo gaareen laakin waa macal ithmi wal jareema dambi bay waajib waa ka dhacay laakin waa dambiilayaal ahlul macaasi sunnadu intaas ay cadays hadathana muhammad ibn mihran ar-razi hadathana al-walid ibn muslim ad-dimashqi hadathana al-awza'i abd al-rahman amr al-awza'i an abin najashi واسمه عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج لقاس بركة أبو النجاشي دارقون حوري اسمه عطاء بن صهيب بالليل هذا ثقة مشهور صحب رافع بن خديج 6 سنين بول وننثقه مشهورة مقع سنة عطاء بن صهيب بالليل هذا سحابقا رافع بن خديجة أيو وها قعيرو دبتنا لحسن وموالد ولبو حريوي عن ابي النجاشي قال وحر سمعت رافع بن خديج بان مقلي يقول اسقول رافع بن خديج من صمر حديث جزا من صمر ميا كتاب الامام من قسم الحديث ولا لكن مش كان سو شكنك المهم هو رافع بن خديج ابن رافع بن عدي الانصاري الاوسي والرأوس وان انصاري رافع بن خديج ابن رافع بن عدي الانصاري الاوسي ومن البدريين شهد بدرا وما بعدها رجع أنصاري ده بدر كقيب قلي دقال دمونا محل قادم ولي أن كهرم بكوتشري وحنا بكوري عليه الصلاة والسلام تضباطني سيد حديث بنا بكورية مع قدمه وسابقيته وحيث وافقين بخاري ومسلم شن حديث شن حديث بس لوريان يعني مسلم حلقونية هاي صد حديث تضباطني سيد بنا بكورشة شن حديث بالبخاري ومسلم شكو وافقين بخاري وحو قوني لي هاي مجره لكن مسلم وحلو قوني هاي صد حديث إما سيسكون نقود مركا صحيح كو حيث لو وداغان وها أي صوت صار يعني صحابي ولي هو سيد الحديث شان اي وداغان يصد حو مسلم قوني لي هاي وحو قوني صحابي قو ساند كي أفرتن يتضباد هجرة ساند كي أفرت يتضباد هجرة وقوني ودي رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول أصغر المغاني صحابي قاس كنا نصلي العصر عصر كان النبي قال عصر كان تكن جري مع رسول الله سبحانه لا جرين كسان عصر كان تكن جري ثم تنحر وحال قور عجر حديث كان انس بو مرات كعي ثم تنحر وحال قور الجزور نيف قالو هيلي بالا قور عجري فتقسم وحال لو واحد جري لو قيبن جري 10 قسم تبن واحد بالا قور جري نيف قال هيلي كيس تبن واحد بالا لو كلا قيبن جري ثم تطبخ مركزا لكرين جري فنأكل وحن عجري لحما هلي نضيجا بسلاضي وفرحك الراعي قبل مغيب الشمس انت سقروح دعين كهر صحيح وحروا هلي بلبوبسيا العنتين مايا هلي بجيلو بسلاضي
oo faraxka raacaya ayaan cunu jiray idan waxa weeye asr waxa la tukaday dhur aktiba la tukaday way hadith bukhari muslim wadaagan ba hadith kan kamid yahay hadathana ishaq ibn ibrahim al-hanzali akhbarana isa ibn yunus ibn ishaq as-sabi'i wa shu'ayb ibn ishaq ad-dimashqi qala wahayla labada imam حدثنا الأوزاعي وليد ومن اللي يقانا وحقوق تدريس التسوية اللي وش يقعد قرنا يسوى نثق وجبل إلا أنه حلو عبيا لغوا هيشتا تدريس بلغوا إذايا صدرت الحوك يعني ومع ذلك هذا سو في جميع الطبقة صرح بالتحديث وليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن أبي النجاشي قال سمعت رافع بن خديج القاصو إذن سنة كلو كي كلي حوجين أيو وزعين لو متابعي وليد أيو إمامك كيانو وحام متابعي عيسى أيو يا شعيب قالوا حين حدث الأوزاعي بهذا الإسناد سنة قد المريسين عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج غير هذا يشاء أنه قال وحيري وذات كان ضمبي أنه قال أبا فعنا الله أنا قال إيدي كان معي إلي أما أنه قال أوزاعي في رواية عيسى وشعيب عنه أحد وقالا ودقي مئة جرا معكو قرآن غير أنه قالا مئة الله يسان يا أيها الشعب رجل بهاي سيدا صافيعا خير لأن مطابع على الربا إنو وحي كرديو مطابع والله ونن وعيسى بن يونس يو شعيب هاي مطابعين أيان وليد بن مسلم كلاهما كلهم عين الأوزاعي غير أنه قال وصح سدا قال هل صحو أرجع قال يدغن قال ما في عن كنا وحانو ننحر كوي جورعة الجزور النبي في لبنان جورج وجيله على عد رسول حلي النبي محمد عليه الصلاة والسلام بعد العصر عصر كدبذي كدبنا قرح لون دعيم بان هيلب كجيل عنو جرو بسلانشري ولم يقل بعدنا دغن هل كان نوام حي ولم يقولا باصحا ما يسعرون كنا نصلي معه طيب لو احتبالوا بكلهم باين اوفر كليه ان لو عليا اوزاعي ان اوزاعي لو عليا قول لي هذا اوزاعي وحيدي في روايه شعيب وعيسى عنه لا يراه هي ان ضميرك لا تثنيه لو احتمال ما ماشي يالا مر هدي كي هرانو هل يقالا ايضا تاسا انكو سعرين وحامرك احتمال بعيدة ان شعيب كلي اللو علي شعيب كلي اللو علي وبعيد وحاكلو بعيدة ان شيخ مسلم اللو علي اسحاق ونصم يا مسلم مركا قاركو ونصوم مر يسوق ومر اسقى الشيخ يسوق علي ضميرك اما فعل كفاعل كي سكادي غي مركا اسحاق شعيب أوزاعي صدح لا احتمال وحكسي في عن إلا تثنية أو متابع الله فيري يمحن قدرنا غير أنه قال كاديس ولم يقل ميز أورني وي نمان كدورك أما إسحاق موسى أما أوزاعي كنا نصلي معه انت ام بالغ ريبي نبي كان لا تكن جري مركه مسلم حو قبا صحابي هدول على عهد رسول الله وحديث مرفوع حكما وروايه وطريقه مسلم رغم ان بانا كتاغرسن نمنا وحي قبان مر هدول صحابي على عهد رسول الله بان ساس سمين جرون يلي جري ومرفوع حكما لا روايه نمن اصولي ان امرهم بيبقى كانوا حيدين مرفوع مي وموقوف صدح المذهب بيبقى كترتا امام موسى صغم حوق با صحابي هدوا الى حلق صوبنا سدا سمين جري في مقام وسياق الاحتجاج فهو حديث مرفوع مسند حكما ورواية هذا من صحابي كان هذا حديث كان رافع بن خديج حوك انا في مقام الاحتجاج إنه عدلي صلاة عصر وقت جيدة يحل جاي أهيد يؤكي ناي وحجي سنية
dhaqankaas asaga iyo falka asaga xataa nabiga laga soo guurinay waxa weeye cinda almuhadithin sida raajixa ah inuu yahay xadiid marfuuca xukma wa riwaayatan باب التغليد في تفويت صلاة العصر هو باب هاي أتكينت لا أتكيي إيو شرع ذو ماشي كي استاق صلاة العصر إن ديب لورد أما أي كاتكتو في التغليد أتكينت وعيد كسو أروري في تفويت صلاة العصر صلاة العصر إن لا ساك سيغو أما أي كوقفتو طيب صلاة العصر صلاة ويكدو وانتهي أحمد بالاوي دكورا بالاوي أنت أحاديث الصلاة كتمت صلاة أو أحد بدون ويبول صلاة الله سجود أحاديث قد حيساجرت أحاديثنا الصلاة البيجون وغهلين سمعنا سمر الظهر صلاة قصابسا مغرب عشاء الصبح صلاة صلاة هدي الليل هذا كل جيد أحاديث كتمت صلاة لك مجرور وهو الإمام الجبل الفدوة قرنس أحمد محمد ورنتي ابن تيمية وقد صدق في ذلك حديث مضلضلي الركواء دور يتمن حديث وحسن ودقا أنكو إمنين صلاة هكالي قرآن كان قونبا اللهم عابة صلاة العصر حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وأنا أيض عصر وي صلاة الدحي لأنه أيض الدحيسة صلاة الفجر بيكب اللوذان عصر لبنا ويكهر لبنا ويكدم بيان مركة أيضا أحبرتنا صلاة الصبح هي الظهر ويهريان عشية مغربنا ويدنبيان برطما هي كجرتا وحلق أهل الدنيا آذوا مشغولا أوربات سود علمي مقلبات كدب التقي ملبد آذي حلق سنين كتقي وإلهي بركي باتو كذا ووقتها إلالية وحوم بالك رونت كوغلي ضدون الجام بات قلي صولي ذاك قاري بابا ركوب رافا هيا وحل هاولات صلاة عصر حل قيود حل عرسوي مركا إلى علي سجونا شرع مركا أوتي المانتي أمك عدوذي حق يا أوشيكتي فضي يا أوشيكتي نيكو كحد قد بنا لو عنانتي لو نعيبي إن الصلاة الوسطى أيضا تاينا أدلع عدبا كوي من خلافك كو جيرا كلمس يتبربضنو كتب قونا لغا قري والغد قال لما نيدا صلاة الوسطى وصبحة نيدا هذا وابدور كقل لقيسا ما يلبضن بالغد وفت كتب قونا لغا ألفه لكن صوابك وإن إمان دون يدو عد مسلم ساكا قاري ما إيه يدو عد بكين الدونا وصلاة عسى صلاة الوسطى وحدثنا يحيى بن يحيى قال وحوري يحيى قرأت على مالك ابن أنس أبو عبد الله عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي حرق الذي متك أحدك تفوته صلاة العصر صلاة عصر أي كتك يسير دافيسه كأنما وحد مدوتر إلا قماضي أهله أهل كيسية وماله مال كيسية وترى لو معني عنك تهي نقص أي صلبة waxa la dhimo oo la nuqsaamiyana way ku timaadaa murudug oo gacanta lagu marshana way ku timaadaa labada macno kaad ku xambaarto yuu macmuulka ahlahu wa maalahu ku xiran yahay ciraabkiisu wa tara markay bimacnaa salaba tahay oo gacan in wax laga qaado oo lagu boobo oo lagu beelaqaysto oo lagu muruduga ay tahay laba mafcuul bay qaadataa لا مفعول بغاتا مركا ايضا اهلا وانكرنا بينا ومفعول بين غنيسا كيكو بضحن وقد قلنا نايو فاعل كي لباد بيقول نقن فكأنما وطر إلا مرد قيباد مدى أهله وما له بان رهينا هذا وطر وطر أي نقطة بمعنى نقص أهله وماله بان رهينا ونايو فاعل بان قلنا نقص المفعول بيقاطا كذا حون نقضي نافعل بسب الدلي فكأنما وتر أي نقص في ماله وأهلي بيكاد ينطاي قل يا واد مغني الشيخ مهد كرقص سواني قد كان لما وعلو كرده حقيدات إلا لا تسمى يسرد عليه خيره إذن
فكأنما وتر أهله وماله ومركب عن نقصات كدكت بمعنى صلب مركب إنه كده إنه صلبنا لا ينفع أي قاتو وحنقولنا إن أهله وماله ونسد عنك أه فكأنما وتر أهله وماله ابن الجوزة وحوش يا جا وحالون نسبيي بنزع الخافض أو حأصل قائد فكأنما وتر في أهله وماله في ذي الله توري والنصب بنزع الخافض وتقنان إن هذا المهم معنى الله بده معناه لا صحة الإمام الأوزاعي وحديث كاسو رواية كله هي الرواية عن نافع مكي لو يديو ليدي محلقة وذا فوت صلاة العصر محيطها الذي تفوت صلاة العصر قاكي أوقتك يسروح صلاة العصر وحول وفواتها أن تدخل الشمس صفرة أن تدخل الشمس صفرة صلاة العصر وحكاتك تي إن قرحضوا أي قدودتي عصاتا أما عواري لت تكتيبا وإن صومر وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس بين صومر صومر هاي أوزاعي وحديث كوري عن نافع إيه رواية عن نافع ما كيفسرين فواتك وما فوات صلاة العصر ما لو يدي وحيد هذين وفواتها أن تدخل الشمس صفرة أو صفرة وحاجر هذا إذن راوي الخبر معاني دي أدرى بمرويه ما لم يخالف ظاهر الخبر هي القاعدة راويه حديث كي النسك وريسد وكفصره أيا حجو الله قبصان هدوسا كبحين ظاهر النس ظاهر النس نكام بحين معاي لي بل هو ظاهر النس وحاسك التاجر لا وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس تلك صلاة المنافق وصومرتين بخاري حديث انه وريا نفسي قد يسو وريا من طريق عبد الله بن يوسف حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا مالك عبد الله بن يوسف التنيسي من رواة الموطأة يواسو كوريا من طريقه مسلم وحا ابدا يحيى بن يحيى ابو بكر السابور وهذا سو الى مسلم ورينا سابور طيب اذا وحديث متفقه هل كان شيخ بيسكو خلافه انت قال واسراعي وحدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد قال ولا بدأ وحيدة هذه حدثنا صفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي عن الزهري محمد شاب الزهري عن سالم ابن عبد الله عن أبي أبيه مركا سالم بعضهم متابعين إياه صاحبك النافع أيوم متابعين إياه قال عمرو وحول مكو حديث سور عمرو الناقد مركو ورني وشيخ مسلم وحولي يبلغ به سوى النبي قال لك يا يبلغ به عن أبيه يبلغ به وقال أبو بكر بن شيبة وحوي رفعه ورفعه وأسكم مد وأسكم معنه لكن مصمح ربنا هو البلفيس أي برا يا أديبية هو الباس أنت سيبو أديبية وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي واللفظ له لفظ كان شيخ دون أسكا إسكالي قال وحوي لي هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب بن عبد الله اخبرنا عم حارث عم شاب الزوري عن سالم بن عبد الله عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وحيد قال وحيد من فاته العصر الذي تفوته العصر بين هران صمر من فاته العصر عصر روحه ضافه فكانما وتر اهله وماله نك عصر ضافه وحد مدة إن لقى عن مريي وحي أهل يا عشير يا قرابي حكتي حقال أولها ورن يوحي هانتئ فكأنهم موتور موتور كي وطرق وحالي يا ذاق وكالي روح انتي للظلمي آبه يولالكي أهل كيس انتي للاي حدنا حقنا أرقو سنوايا عيل كحن مجردي قرابي يا أهل كي والو دافي حقنا مضا أرقو سنو نمينك الدلي ومضا سن وما أنا أرى جودن ريرك لا بعيل بالقبتا مصيبة إيه والبهار يتيران يكاغا فرده أهل كي أدو إيدي يا أدون أن 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 كعيل بحن إن أنك الدلي أدش حديث كي بريدة في صحيح البخاري أيا أصوغ مسألة أن كعه وكفي عن رواية ومسلم فوق أبصدي من حديث بريدة من ترك صلاة العصر حبط عمله
من ترك صلاة العصر حبط عمله. برجع حديث كان عبد الله بن عمر يمتك بريدة لبا حديث آد لو قد قال لما فقه قوذي فهم كوذوي إرجاب أنا كبحة خوارج يمعزنا لو يكسو قلان مركي لغلوق ربار مركي لغلوق ربار مرجعنا ويكو أفو ذا مركي دقال بدن باكتشرة علوح إليه صلاة عصر وكوحن باري ما إنه فكأنما وتر أهله وماله من هو قابسنا إنايو صلاة عصر أما كسه كوكو دافتو أما كم أكو دافتي النسان يسهوي وحات حلمت هاي روح لما يرد ويدد يدنيا بقى أجر كوكو دافي خير كوكو دافي ضان كاطمي سحمان تسمك اللي قصاص وكالاتا قل يا وحيد ما يحدثك حافصري حديثك كالي أو من ترك صلاة العصر حبط عمله حبط عمل وعمل كسبه هوبتي لبا تفسير با كجرتا تفسير وحوي يقول وحي لي حبط عمله وحلقا ودا وقالوا به ومحاجرة صلاة واجب الروح كس اوغتك فقد كفر أصل كلا يقان بمريين حديث بيدلدلين إجماع الصحابة يدلدلين حين فقد حبط عمله وفقد كفر كدقنت محايا إلى عمل كمهوبي وحن كان هين كفر أكبر لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون لئن أشركت ليحبطن عملك هل كاس يكون لفتين وحيلين الذي تفوت صلاة العصر عمدا وي عمدا نك كاس أوغتك فكأنما وتر أهله وماله يعني تدي الدنيا ولا مرد وحدوك حمد جاس قد انتوي اسكا بقتي وبقال قي سواويني حديث بوريدنا ويكو قبتين لما كان وركض وعدي هاي لكن وحين أصور هذا تفسير كل جماعة من السلف والصحابة أو تابعين أو محدثين لأي مرين أوله روح الصلاة عصر ويكتج كرتا أصون قالوا بين صلاة عصر بكتج كرا إنه كتج دعي كرتوي أو كتج كرا وشرعة بنان ما وحن كالين إنه كتج دعي كصلاة عصر كسنا وغطتكو حقا انه سهو قالوا بين عمل كسنا وغبط وذو اسوافتش هذا انه سومي النافعي او زعي وفسري صلاة عصر بودي بودي هيا الى اي قرحضو قدودتو صلاة ويكاس حضي واجب كانوا واكرد عاي لكن دنبي كبير وحوق قال من الكبائر واعماشي سهو بنيس أو جاء الخطر وي ومحاجر وحيد لبا 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 حبوط باكرة لبا حبوط لبا عمل هوبين باكرة ومحاد كود ودادا لو حان كودنا مرك قاركود باردعي كرتا أدون كونو كدعو الدنبي كبيرة وليمات كبيرة سو هوبين إسا أعماش كالو دن وحان كاين أصل الإيمان كبيرة أد كود عضي أما واجبات كتك تيدرتي يو حاو هو بنا يعمل كادي أوردن أما أعماش هذه حسنات كذا قيبة كمدة اللهوبين واللبرين أذو إن لبرينين وزندمين إيمانك أسل كيزي حقوق غير كاتكو لقن لايد أنا جانا جامد أهان لايد إذا ما تحكو صنيد إذا من ترك صلاة العصر نك دلة به دلوي عمد أبه دلة حبط عمله دون أصل الإيمان عمل كسبه هو بنية وحن كاهين إيمان كأصل كيسي وكجبت بالها النار إنه كواره نار وكواره إن اسمنا نماينية محاود إلى جد هذه محاود أحاديث بلن بدل دل وحاكم بده حديث كي نك يري إله بان كل رأتنا هب إله قدم بدافين هب اللود بدافين ما هاي إله وحول هب اللود بدافين هذا كنا
عمل كادي وان بري وان هوري صحابي زيد بن أرقم هذا خلد سمي عائشة وحيت روشة زيد بن أرقم هدوس دنبي كبح أن عمله مع رسول الله وجهاده قد بطل حبط عمله وجهاده في سبيل الله أصل خطروي ابن رجب وحوب يدي هدد مقشنين كولي أعماش حسناتكم مهوبتان بدون كفر هذا قول مرجئة هدد مقشب يقولنين كولي كبيرا من الكبائر با أصل الإيمان دمين إيسا نارنا كبوة أن قول الخوارج والمعتزلة دبول قول الخوارج والمعتزلة أعماش قاركيت واجب لقدتكي أما حمار لقود عيب أعماش اللوه وبن وحن أصل الإيمان كأهين وقول السلف بوري ابن عبد البر أي سدد بن أو دقن مقرتاء وإن دير قرض وحقوق قري إنه مرجئ ياهي قول كاسو دور طبر وهو أضعف الأقوال في المسألة مع كوسو بعي أهل السنة والجماعة وحيقبان إن يتران لبا حبوط لبا عمل هو بشو حبوط كبير أو وين أو حكتك يتران هو كفرياتك إنه قال لما كرد عوين وحاهوبان يدوم يبري أصل إيمانه وفروعه أولا ولو أشركوا لحبطوه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط الكاقلي وحاكلوا جره حبوط يعمل هو بشو صغيرة أما أصغر وامحي دروب تقاركود أو وين يواجبك قاركود الله قتك وحكيني يعني بقول صنع عملت سوى ديني ليفان لكن ولي أذن مورد كبحين ولي أذن مورد إسلام كبحين هذا ما يدفانتي فقد حبط عمله وحدك حنباري كرتا حبوطك أصغر كا وحدك حنباري كرتا كي أكبر كا لبضا معنا كجا لبضا معنا بسلف ويكسوغيه لبضا من نوع متفق قال لمن ننكو دعي عمل كسونه هو بني بدعاء سنيين بو اسكو راعي ما حنسكو هنا كبائر تكالي ذنب وين كو دعدي معصيات كو دعدي واجبات كتكتم مكيني كرا حبوط الاعمال القران كابا شيبه يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ويبريسا حبوط كحبوط أصغر على يد هذا كبائر تاس محيب عماش قارقط بيلك عهايا إن الحسنات يذهبن السيئات بد مغلي جرتين وسيئات تذهبن الحسنات سيئات كقارقط خطروي سنة عديس لا بد حبوط وين أتكلم فهمت آية دعاء لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي حبوط كالغوش لا بد والغو فسرة حان لو بدن يهينو يهي أكبر إنه يا الله بدأ يعني معناها سمر حد الكجرة من فاتت صلاة العصر صلاة العصر إنك يكتك طب فكأنما إذن إرجاج ما يشو كسو بدوات فانت مروا ملي إرجاج وكوشي إبن رجب حو كسو بدوات تراضو وحان كفر كأهين وعمل هوبية أمبري مجرى دا تراضو هذا قول المرجع هذا هذا كبير من الكبائر بأصل الإيمان وفروع دمنا سنة وقول الخوارج والمعتزلة محل قبة بادي هناك حبوط أصغر وأكبر مفانتين السنة والسنة دائما بين سيئتين سيئة الخوارج وسيئة المرجئة والوعدية حسنة السلف بأو دحية عشر قعاو انت سوقي والله سبحانه وتعالى أعلم.